Football by far has been the most popular sport in Egypt. For decades, the beautiful game united Egyptians amidst turmoil. Egypt's 2006, 2008 and 2010 AFCON streak is unmatchable. However, they struggled for almost 30 years to qualify for the World Cup. مصر بلد شعبها بيتنفس كورة، يعني لو قطعت ايدينا كده هتلاقي مش دم، هتلاقي كورة. وده واحد طبعا من اهم الماتشات، لو ما كانش اهم واحد رحته في حياتي. مصر يا رب البلاد، انت مالكي. اخر مرة كنا صعدنا فيها كاس العالم كان سنة 90، كنت عيل صغير ولسه لغايه دلوقتي فاكر اللحظه كده طشاش لما مجدي عبد الغني جاب الجول والناس احتفلت والشوارع اتقفلت وكده. بعدها عشنا مآسي. بس كاس العالم بالنسبه للمشجع المصري اللي هو الشعب المصري حاجه كبيره قوي وعقده كبيره قوي مش عارفين نفكها. مش الطبيعي ان وانا بكبر وانا بشجع بلد ومنتخب زي مصر، منتخب كبير جدا، اكتر بلد واخده بطولات افريقيه على مستوى المنتخبات او الانديه، ان انا مبقاش بروح كاس العالم. فالموضوع كان عقده حقيقيه يعني. فده كان حلم، انا عايز لاعب يحترف وينجح في اوروبا ويودينا كاس العالم. اللقطه اللي اهم بقى بكتير هي لقطه البنالتي، ركله الجزاء. حكم صفر حسب ركله الجزاء، الملعب كله بيحتفل، 100,000 متفرج بيحتفل، 100 مليون واحد بره الاستاد في مصر بيحتفل، اللعيبه اللي على الدكه نزلت الملعب، المدرب بيحتفل، اللعيبه اللي داخل الملعب بيحتفلوا. وفي لقطه وكله بيحتفل، صلاح واقف ورا لوحده وموطي كده ماسك ركبته، لان كله بيحتفل ان ركله الجزاء جت، بس هو عارف في اللحظه دي ان هو اللي هيشوطها. فمسؤوليه حلم ال100 مليون مصري وال28 سنة لعنة اللي فاتوا محطوطة كلها في ركلة جزاء واحدة. وأعظم لعيبة كورة جم في تاريخ اللعبة ياما ضيعوا ركلات جزاء حاسمة. تسجيل ركلة الجزاء دي كان معناها إن صلاح أصبح في اللحظة دي بطل قومي لمصر.